السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم اعزائي المشاهدين، اعزائي الطلاب في حلقه جديده من برنامج المدرسه النموذجيه. ومع سلسله حلقات الرياضيات وماده التفاضل. مرحبا بكم من جديد. في حلقتنا لهذا اليوم وفي درسنا ما زلنا نتواصل معكم حول دراسه تغيرات الداله. ولكن في هذه الحلقة سنقوم بدراسة تغير الدوال أو الدال الكسرية، وهناك في يوجد اختلاف بسيط ستكون هنا في خطوة إضافية وهي خطوة مستقيمات التقارب، بالنسبة لمستقيمات التقارب آه، توجد ثلاثة أنواع من مستقيمات التقارب، مستقيمات تقارب رأسية وأفقية ومائلة، مستقيمات التقارب الرأسية نحصل عليها من أصفار المقام. أما مستقيمات التقارب الرأسية الأفقية والمائلة نحصل عليها عندما نقوم بدراسة نهاية الدالة عندما سين تقترب من ما لا نهاية مرة أخرى مستقيمات التقارب الرأسية نحصل عليها من أصفار المقام أما مستقيمات التقارب الأفقية والمائلة نحصل عليها عندما نقوم بدراسة نهاية الدالة الكسرية عندما سين تقترب من موجب أو سالب ما لا نهاية وفي هذه الحالة سنجد ان الدالة لن يكون لها مستقيم تقارب افقي ومائل في آن واحد. لماذا؟ لأنه إذا كانت درجة س في البسط تساوي درجة س في المقام يكون للدالة مستقيم تقارب افقي، وهذا المستقيم نحصل عليه من خلال الحصول على معامل س او قسمة معامل سين في البسط على معامل س في المقام. قلنا مستقيم التقارب المائل والأفقي لا يلتقيان. يعني. يعني لا يمكن أن تكون أن توجد دالة كسرية يوجد لها مستقيم تقارب أفقي ومائل في آن واحد والسبب أن هذه الدالة الكسرية إما سيكون فيها درجة س في البسط تساوي درجة سين في المقام وفي هذه الحالة يوجد مستقيم تقارب أفقي نحصل عليه من خلال قسمة معامل سين في البسط على معامل سين في المقام أو أيضا قد يكون لها مستقيم تقارب أفقي معادلته ص تساوي صفر وهذه الحالة ستكون إذا كانت درجة س في البسط أصغر أصغر من درجة س في المقام. أما إذا كانت درجة س في البسط أكبر من درجة س في المقام، في هذه الحالة يكون للدالة مستقيم تقارب مائل. الآن نقوم بدراسة تغيرات الدالة الخطوة الأولى نوجد مجموعة تعريف الدالة. وكما تعلمون.. من دراستكم لمجموعه التعريف في الصف الثاني الثانوي ان الدوال الكسريه مجموعه تعريفها حاء ما عدا اصفار المقام، وهنا قيم س التي تجعل المقام يساوي صفر هي س 2 لان 2 اس 2 4 وبالتالي 4 ناقص 4 صفر، وايضا س تساوي سالب 2 لان سالب 2 اس 4 ايضا يساوي 4. اذا مجموعه تعريف الداله كل الاعداد الحقيقيه ما عدا موجب وسالب 2. الآن هذه القيم هنا الآن سنقوم في نفس الخطوة رقم واحد سنقوم بإيجاد أو بدراسة مستقيمات التقارب. هذه الخطوة تعتبر عوضًا عن خطوة الفروع اللانهائية التي كنا نقوم بها في حالة الدوال الحدودية كما رأينا في الحلقة الماضية. الآن سنقوم بدراسة نهاية الدالة عندما سين تقترب من أصفار المقام أولا فنبدأ بسالب اثنين أصفار المقام هي سالب موجب اثنين الآن عندما سين تقترب من سالب اثنين هذه الإشارة أعلى الرقم سالب اثنين تعني عندما سين تقترب من سالب اثنين من ناحية اليسار يعني هذا هو المحور السيني وهذا المحور الصادي هنا سيكون لديك مستقيم تقارب رأسي يقطع المحور السيني عند النقطة سالب اثنين الآن أيش المطلوب أو ما المطلوب من هذه الخطوة؟ المطلوب معرفة أنه كلما اقتربت قيم سين ناحية الرقم سالب اثنين أو ناحية مستقيم التقارب الرأسي من اليسار ومن اليمين إلى أين سيتجه منحنى الدالة هذا الهدف من هذه الخطوة هي خطوة مهمة تساعدك في الرسم لذلك أيش العمل اللي أنت ستقوم به الآن؟ عندما سين تقترب ناحية سالب اثنين من اليسار عد إلى الدالة الأصلية واختار أي عدد قبل سالب 2 ويستحسن يفضل أن يكون هذا العدد قريبا جدا من الرقم سالب 2 يعني كل ما كان كسر كل ما كان أفضل طبعا الموضوع مش صعب ولكن قد يقول بعض الطلاب أنه صعب يعني أنا مثلا سأخذ الآن من يسار السالب 2 سنقول أنه سالب اثنين واحد من عشرة لاحظ هنا هذا المحور الصادي هنا يوجد سالب واحد سالب اثنين سالب اثنين واحد من عشرة يعني خذ عدد بعد الرقم هذا بجزء من عشرة الآن عملية التعويض خذ هذا القيمة وعد إلى الدالة وعوض طبعا البعض من الطلاب سيقول أن سالب اثنين واحد من عشرة يعني على بال أنا معوض وأقوم بالعملية الحسابية سيأخذ مني وقت ولأنه كسر عشري لن أحصل على جواب دقيق والعملية صعبة إلى آخره لكن الموضوع له علاقة بعمليات تقنية سهلة جدا، لو عرفناها سيكون الموضوع بسيط، لاحظ معي هذه الدالة الكسرية أولا بسطها عبارة عن 2 س تربيع زائد 3 فأنت الآن لو عوضت عن س بأي قيمة مهما كانت، مهما كانت كسر عشري، عدد صحيح، بسبب التربيع سيصبح موجبا وبالتالي البسط سيكون كمية موجبة، الهدف من عملية التعويض هو معرفة إشارة الدالة. يعني ليس بالضرورة الجواب الجواب مش مهم لكن يعني أنت هدفك من عملية التعويض هو معرفة إشارة الدالة كي تحكم على المنحنى أنه سيتجه إلى سالب ما لا نهاية أو إلى موجب ما لا نهاية بالنسبة لصاد فهنا إذا أخذنا كما قلت الرقم سالب اثنين واحد من عشرة إذا قمت بالتعويض عن هذه القيمة في البسط سيكون الجواب موجبا لأن سالب 2 1 من 10 الكل تربيع سيكون كمية موجبة مضروبا في 2 ومضافا له موجب 3. لكن لو قمنا بالتعويض عن هذه القيمة في المقام هنا الطالب يقول لك أنا الآن سالب 2 1 من 10 بعد التربيع صعب أن أنا أحصل على الجواب مش عارف إيش ومحتاج آلة الموضوع لا مش مستاهل. 2 1 من 10 بغض النظر عن الإشارة 2 1 من 10 أكبر من الرقم 2 ومربع ال 2 يعطيك 4. يبقى اثنين واحد من عشرة كان سالبا أو موجبا مربعه سيكون أكبر من أربعة وبالتالي إذا حطينا بدل السين سالب اثنين واحد من عشرة وقمنا بتربيعه سيكون الناتج أكبر من أربعة وبالتالي سيكون المقام موجبا إذا سين ستقترب من موجب ما لا نهاية أنت فقط تختبر إشارة الجواب إذا كلما اقتربت قيم سين ناحية العدد سالب 2 من اليسار المنحنى سيتجه الى اعلى شوف هذا مع هذا التفسير الهندسي لهذه الخطوه الجبريه هي خطوه مهمه جدا الان نهايه الداله طبعا الموضوع هنا اصلا نهايات يعني تفصيل اكثر الموضوع نهايات كانك تحل مساله نهايات طبعا هذه الداله ليس لها نهايه أي النهايه حقها غير معرفه او غير محدده بسبب أنه إذا قمت بالتعويض عن س بسالب اثنين في المقام سيكون الجواب صفر وبالتالي أي كمية قسم الصفر كمية غير معرفة لكن هذا هندسيا هندسيا تفسيره أنه طالما الدالة ليست لها نهاية عندما س تقترب ناحية سالب اثنين من اليسار فهذا معناه أنه يوجد للدالة مستقيم تقارب رأسي اللي هو بيكون فيما بعد س يساوي سالب اثنين الآن لناخذ النهايه من اليمين نهايه الداله عندما س تقترب ناحيه العدد سالب اثنين من اليمين من اليمين يمين العدد سالب اثنين سيكون سالب واحد وتسعه من عشره اي قبل سالب اثنين ايضا بنفس الطريقه اذا قمنا باخذ العدد او الرقم سالب واحد تسعه من عشره وعدنا الى الداله سيكون البسط موجبا كما قلت انفا بسبب ان السين مربع وبالتالي س تربيع اذا عوضنا بدله بدلا منه بهذه القيمه سيكون موجبا. اذا قمنا بالتعويض عن س الان في المقام الرقم واحد وتسعه من عشره اصغر من الرقم اثنين ومربع الاثنين يعطي اربعه يبقى مربع واحد تسعة من عشره سيكون اقل من اربعه ولذلك سيكون الناتج سالبا وبالتالي موجب على سالب سالب وهذا يعني ان المنحنى سيتجه الى سالب ما هذا لاحظ معي. كلما اقتربت قيم س ناحيه سالب 2 من اليسار سيتجه المنحنى الى اعلى من اليمين سيتجه المنحنى الى الاسفل الان سنقوم باختبار او س خلونا نحكم اولا على الموضوع اذا س يساوي سالب 2 مستقيم تقارب رأسي الآن سأقوم بدراسة نهاية الدالة عندما س تقترب ناحية الرقم اثنين أيضا من اليسار من اليمين اللي هي القيمة الأخرى لأصفار المقام الآن بالنسبة للعدد موجب اثنين هناك مستقيم سيقطع مستقيم رأسي سيقطع المحور السيني عند الرقم سالب اثنين الآن من اليسار ستأخذ عدد أقل منه يعني البعض قد يقول لماذا لا نختار عدد صحيحة يعني العدد الصحيح ماشي الحال ولكن يستحسن أن تكون القيمة جزء من عشرة لأن يكون الجواب أكثر دقة وزي ما قلت لك الموضوع محتاج عملية مهارات محتاج مهارات عملية تقنية يعني ليس بالضرورة أنك تقوم بعملية تعويض وتحسب الجواب بالتفصيل الآن يمين العدد اثنين واحد تسعة من عشرة فإذا قمنا بالتعويض عن س بواحد وتسعة من عشرة سيحصل نفس ما حصل هنا في الحالة رقم اثنين، البص سيكون موجبا لا خلاف عليه، واحد تسعة من عشرة تربيع سيكون أقل من أربعة وبالتالي سيكون المقام سالبا، وبالتالي موجب على سالب سالب، إذا المنحنى سيتجه إلى سالب ما لا نهاية. الآن نهاية الدالة عندما س تقترب ناحية الرقم اثنين من اليمين يمين العدد اثنين اثنين واحد من عشرة اثنين واحد من عشرة إذا قمنا بوضعه بدلا من سين سيكون الناتج أكبر من أربعة وبالتالي هذا يعني أن سين ستقترب أو صاد الدالة ستقترب من موجب ما نهاية وهذا يعني أن المنحنى يسار الاثنين سيتجه إلى الأسفل يمين الاثنين سيتجه المنحنى إلى الأعلى إذا سين يساوي اثنين مستقيم تقارب رأسي آخر للدالة وكما قلت سابقا هذه القيم سنحصل عليها من أصفار المقام في حالة الدوال الكسرية طبعا مستقيمات التقارب لا توجد إلا في الدوال الكسرية لكن الدوال الحدودية ليست لها مستقيمات تقارب بهذا الشكل نقول قد إنتهينا من موضوع مستقيم التقارب الرأسي الآن سأقوم بدراسة نهاية الدالة عندما س تقترب من موجب أو سالب ما لا نهاية، وهذه سهلة كما قلت. فإذا كانت الدالة كسرية وفيها درجة س في البسط تساوي درجة س في المقام، فنهايتها عندما س تقترب من موجب أو سالب ما لا نهاية سيكون مقدار ثابت حقيقي، هذا المقدار هو خارج قسمة معامل سين في البسط على معامل س في المقام إذا نهاية الدالة ستكون اثنين وهذا يعني أن الدالة يوجد لها مستقيم تقارب أفقي وكما قلت سابقا في بداية الدرس أنه لا يمكن أن يلتقي مستقيم التقارب الأفقي والمائل مع بعضهما البعض في دالة كسرية واحدة إما سيكون للدالة الكسرية مستقيم تقارب أفقي يا معادلة ص يساوي مقدار ثابت وهذا المقدار الثابت هو خارق قسمة معامل س في البسط على معامل س في المقام هذا إذا كانت درجة س في البسط تساوي درجة س في المقام أفقي وإذا كانت درجة س في البسط أصغر من المقام أيضا أفقي ولكن معادلته ستكون ص تساوي صفر لكن إذا كانت درجة س في البسط أكبر من المقام يعني ثلاثة اثنين اثنين واحد هنا سيكون يوجد للدالة مستقيم تقارب مائل وبالتالي المائل والأفقي لا يلتقيان في دالة كسرية واحدة إذا هنا ص تساوي اثنين مستقيم تقارب أفقي للدالة وبهذا نكون قد انتهينا من الخطوة الأولى. الفرق بين الخطوة الأولى في الدوال الكسرية وفي الدوال الحدودية كما قلنا في الحلقة الماضية، إذا كانت الدالة حدودية فيوجد لها فروع لا نهائية. هذه الخطوة أيضا تشمل خطوة الفروع اللانهائية، ولكن تدخل معها موضوع مستقيمات التقارب. الآن سنقوم بالخطوات التي تليها. وكما قلنا الخطوة الأولى بعد خطوة مجموعة التعريف ودراسة مستقيمات التقارب هي المشتقة الأولى. إذا الخطوة رقم اثنين سنقوم بإيجاد المشتقة الأولى للدالة. وهذه دالة كسرية. والقاعدة تقول إذا كانت الدالة كسرية نشتق البسط نضربه بالمقام. ثم ناقص نشتق المقام نضربه بالبسط على مربع المقام. إذا مشتقة البسط أربعة س. مضروبا في المقام اللي هو س تربيع ناقص اربعه ناقص مشتقه المقام اثنين س مضروبا في البسط اثنين س تربيع زائد ثلاثه على مربع المقام الان بعد هذه الخطوه نقوم بتبسيط البسط بالنسبه للمقام نضع المقام كما هو لكن سنقوم بفتح الاقواس في البسط وتبسيط البسط فلاحظ معي يوجد 2 س عامل مشترك في البسط فاذا سحبنا 2 س عامل مشترك في البسط هنا سيتبقى 3 نضرب 2 في القوس اذا 2 س تربيع ناقص 8 مره اخرى 2 س عامل مشترك إذا قمنا بقسمة هذا المقدار على العامل المشترك اللي هو 2 س سيبقى 2 2 مضروبة في القوس يبقى 2 في س تربيع 2 في سالب 4 سالب 8، هنا استخرجنا استخرجنا 2 س عامل مشترك ستبقى إشارة السالب مضروبة في القوس يبقى سالب 2 س تربيع ناقص 3، وبالتالي على مربع المقام هنا الآن داخل القوس سيختفي 2 س تربيع باعتبار انه موقف سالب. سيتبقى لدينا سالب ثمانية وسالب ثلاثة نجمعهم سالب عشر سالب عشر مضروبة في مخارج القوس فسيكون سالب اثنين وعشرين سين على سين تربيع ناقص أربعة وبهذا نكون وجدنا المشتقة الأولى مرة أخرى نشتق البسط مشتقة البسط أربعة سين نضربه في المقام ثم ناقص نشتق المقام 2 س مضروبا في البسط على مربع المقام بعدين تقوم بعملية تبسيط البسط قلنا المقام نضعه كما هو نبسط فوق في البسط بدلا من ضرب الأقواس استخرجنا 2 س عامل مشترك سيتبقى هنا 2 2 مضروب في القوس 2 س تربيع ناقص 8 هنا استخرجنا 2 س عامل مشترك ستبقى إشارة السالب يبقى سالب 2 س تربيع سالب 3 و2 س تربيع يحمل اشارتين متعاكستين داخل قوس سيكون المجموع يساوي صفر سالب 8 وسالب 3 سالب 11 مضروبا في 2 س سالب 22 س. الان بوضع المشتقه الاولى تساوي صفر لايجاد النقاط الحرجه كما قلنا. هذا من ضمن الخطوه رقم 2. اذا المشتقه الاولى التي هي سالب 22 س على س تربيع ناقص أربعة الكل تربيع تساوي صفر وبالتالي مباشرة نأخذ البسط ونساويه بالصفر لأن أي دالة كسرية لن تساوي صفر إلا إذا كان بسطها يساوي صفر المقام ليست له علاقة بالموضوع وبقسمة الطرفين على سالب 22 ستكون قيمة س تساوي صفر إذا هذه تسمى نقطة حرجة نقطة حرجه وبهذا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم حتى التقي بكم في حلقه اخرى جديده لكم مني كل التحيه